بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا وشافع ذنوبنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد قال سيدنا ومولانا وإمامنا علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه: يا أهل الكوفة سيقتل منكم 7 نفر هم من خياركم بمرج عذراء، مثلهم كمثل أصحاب الأخدود، منهم حجر ابن عدي الأدبر وأصحابه. ثم تلا قوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أرحب بكم أحبتي المشاهدين من أرض كربلاء، من ترع الجنة، بجوار سيد الشهداء في هذه السلسلة الكريمة المباركة، سلسلة سيدنا حجر ابن عدي الكندي رحمه الله. والحديث طويل وشيق وعذب وله شؤونه وشجونه. اسمحوا لي هذا اليوم أن أقدم مقدمة قبل الدخول إلى شرح هذا الحديث الذي قاله سيد الموحدين أمير المؤمنين سلام الله عليه. أحبتي المشاهدين، لا شك ولا ريب أن العظماء دائما هم القلة، وأن العباقرة والمميزين هم من يشار إليهم بالبنان، وأن عديد وعدد العظماء والعباقرة عبر التاريخ كانوا دوما أقل من القليل، حيث أنهم يعدون عبر التاريخ بالأصابع. اليوم أي إنسان لو سألناه مهما تدنى مستواه المعرفي وكان بسيطا وساذجا، لو سألناه إن من يعيش على ظهر البسيطة اليوم أكثر من 6.5 مليار إنسان، هل كلهم عظماء ومميزون وعباقرة؟ لأجابك بالبداهة وعلى الفور: كلا وألف كلا. فالعباقرة والعظماء دوما قلائل، هم النسخ اليتيمة، وهم العملة النادرة، وهم من يطبعون آثارهم ويخلدون ذكراهم على جبين الحياة. ولا شك بعد هذه المقدمة، مقدمة أخرى اسمحوا لي، أن العظماء الذين خلدوا أنفسهم لا شك ولا ريب إنما سطع نجمهم وذاع صيتهم في خصلة أو بصفة من الصفات. اسمحوا لي بهذه المقدمة. لو فرضنا مثلا احنا في العالم العربي عندنا شخصية لامعة يدعى عنترة ابن شداد العبسي. عنترة ابن شداد ذاع صيته وسطع نجمه في ميادين الحرب والشجاعة، والتاريخ سكت عن بقية جوانب حياته، فمن يدريك لعل عنترة الشجاع أن يكون شحيحا أو بخيلا، أو يكون غبيا أو بليدا، لم يحدثنا التاريخ. شخصية أخرى في عالمنا العربي، أنا ماذا أتحدث الآن عن شخصيات العالم الإسلامي، اسمحوا لي، شخص يدعى حاتم الطائي، هذا ذاع صيته وسطع نجمه بصفة واحدة وخصلة واحدة، ألا وهي الأريحية والجود والكرم، وسكت التاريخ سكوتا مطلقا عن بقية جوانب حياته. فقد يكون حاتم الكريم صاحب الأريحية والجود، إذا قذفته في ميادين الحرب ولهواتها تجده جبانا، من يدريك. التاريخ من لا يحدثنا عن عظماء بمعنى الكلمة، جمعوا كل صفات العظمة ببساطة، لأن عمر الإنسان وطاقاته ومواهبه لا شك ولا ريب لا تمكنه من أن يكون عظيما وفي كل الصفات. حتى اليوم في الطب يستحيل أن يكون الطبيب
أخصائيا في العيون وأخصائيا في الدم وأخصائيا في العظام. يستحيل. إذا سمحت له طاقاته وموائبه في الطب أن يأخذ خصلة واحدة، لكن عظيما كسيد الموحدين عليا أمير المؤمنين اللي جمع كل صفات العظمة صلوات الله عليه، في البلاغة هو القمة، في الشجاعة هو القمة، في الحلم هو القمة، في كل ميادين الحياة، في العلم هو الأول. وهذا الحديث الذي ذكرته قبل قليل، الإمام يصعد منبر الكوفة إبان خلافته، حديثنا عن حجر رحمه الله في هذه السلسلة الكريمة، لأن حجرا دفع فاتورة ولائه لأمير المؤمنين، فحجر شهيد الولاء والبراء، شهيد الولاية وشهيد البراءة، لأنه لم يتبرأ عن روحه وقلبه وإمامه وإمام زمانه علي أمير المؤمنين، دفع الفاتورة غاليا ألا وهي دمه، ودفع ولده أيضا وستة من أصحابه رحمهم الله تعالى. زين، نلاحظ أن الإمام يصعد المنبر فيقول هذه الرواية الجميلة، وعلي باب مدينة علم رسول الله. ركزوا أحبتي، يا أهل الكوفة، سيقتل كما عودتكم كل يوم في بداية هذه السلسلة الكريمة أن أبدأ بحديث أو نص عن إمام معصوم حول سيدنا حجر رحمه الله. هذه الليالي المتواصلة إحنا أيها الأحبة كل يوم، واليوم اخترت لكم هذا الحديث العلوي الشريف. الإمام يرقى المنبر في الكوفة، المنبر في الكوفة، يقول يا أهل الكوفة، سيقتل منكم 7 نفر هم من خياركم بعذراء. الله، شوف نبوءات علي، وانظر لعلوم علي الإلهية اللدنية. علمني رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب. لا شك هذه العلوم كانت مستقات من رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول له يا علي، لقد شربت العلم شربا ونهلته نهلا. وتحدثت قبل حلقات أن عليا لا شك أعلم الصحابة بصريح كلام الأستاذ وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا مدينة العلم وعلي باب بصريح كلام الخلفاء، لولا علي لهلك فلان وفلان، بصريح كلام الصحابة كابن عباس من الأوزان الثقيلة، يقال له أين علمك من علم أمير المؤمنين، يقول كالقطرة في البحر المحيط. يقول له أين علمك ابن عباس رحمه الله وعلم أصحاب رسول الله من علم أمير المؤمنين، قال كالقطرة في 7 أبحر. لا شك علي أعلم الصحابة، استشاء أن يقبل من قبل. حتى في البخاري أكو عن عمر، وكان علي أقضانا، يعني أخبرنا بعلم القضاء، حتى في البخاري. موضوع الشاهد، الإمام سلام الله عليه في هذه المقطوعة يخاطب أهل الكوفة، سيقتل 7 نفر منكم، يبين عدد المقتولين، ثم يقول ويبين مكانتهم الدينية والاجتماعية، هم من خياركم، ثم يحدد مكان الجريمة والاغتيال لهؤلاء 7 الطاهرين، يقول هم من خياركم بعذراء، محل استشهادهم بعذراء، ثم يشبههم بأصحاب الأخدود، مثلهم كمثل أصحاب الأخدود. أنا وعدتكم أحبتي المشاهدين أن أبين لكم لماذا اغتيل حجر في مرج عذراء، اسمحوا لي أبينها الآن لأن حلى وقت الحديث وأتت المناسبة. هل تعلمون لماذا اغتال معاوية حجرا الصحابي الجليل الشهيد في مرج عذراء؟ ببساطة، كان بإمكانه أن يغتاله في كل بقاع الأرض. أنا ذكرت معاوية نال السلطة جميعا في صلح الإمام الحسن سلام الله عليه في 41، وقبض معاوية 60 للهجرة،
يعني قبل 5 6 أشهر من حادثة عاشوراء الدامية. زين، في رجب أيضا مات معاوية ونحن في رجب. موضع الشاهد، أما حجر رحمه الله استشهد في سنة 51، يعني إبان حكم معاوية. زين، نلاحظ أحبتي كما قتل عمرو ابن الحمق الخزاعي الصحابي الجليل اللي فر ولاحقوه إلى الموصل، كان مختبئا في كهف، قتلوه اغتالوه. بعد ما اغتالوه زعموا وأشاعوا عبر أبواقهم وإعلامهم المؤرج المضلل بأن حيا أو ثعبانا لدغه فمات. عجيب. طيب، الحية اللي دغتوا رحمه الله الصحابي الجليل، لماذا تطوفون برأسه؟ هل تعلمون أن يزيدا طاف برأس سيد الشهداء من بعلبك وحمص وهذه المنازل وتكريت وكل هذه المناطق مروا بالرأس الشريف؟ صحيح. هل تعلمون أن يزيدا تعلم هذا الأسلوب من أبيه معاوية؟ أول رأس طيف به في الإسلام رأس عمرو بن الحمق الخزاعي الصحابي الجليل الذي وبخ الإمام الحسين معاوية على استهدافه، هذا الرجل الصالح الصحابي الجليل عمرو بن الحمق الخزاعي، طافوا برأسه. هذه الأساليب أموية، أعود وأقول، أولا اغتالوه بالموصل، ثانيا طافوا برأسه وأشاعوا أنه لدغته الحية. لاحظ شلون؟ كذلك يزيد طاف برأس سيد الشهداء. بالمناسبة، وحتى أزيدكم من الشعر بيت، رأس الحسين عليه السلام في بعض الأخبار أتوا به وعلقوه على مسجد باب مسجد رسول الله نكاية بالنبي صلى الله عليه وآله، لأنهم يعلمون أن الحسين ريحانته وأن الحسين حبيبه وأن الحسين سبطه وأن الحسين كان يقول فيه النبي حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. هذه أساليبهم. كان بإمكانهم أن يغتالوا حجرا رحمه الله في الموصل، في الكوفة، أي مكان. لماذا بمرجع عذراء؟ كباحث أقول وأنا مسؤول عن كلامي، اقرأوا، أكو نكات بتعبير اليوم الحديث يقولون اقرأوا ما بين السطور، هناك أمور تقرأ من بين السطور. أحبتي، تعرفون لماذا اغتيل حجر بمرجع عذراء؟ لأن حجرا الصحابي الجليل هو من فتح منطقة مرجع عذراء، فأرادوا قتله في المنطقة التي أدخلها في الإسلام وفتحها وأدخلها إلى الرقعة الإسلامية كنوع من التشفي بالإسلام، كنوع من أخذ الثأر من الإسلام. وإلا بإمكانك يا عميد الأمويين أن تقتل حجرا بالطريق، بحمص، بحلب، وين ما تريد. لماذا أتيت به في مرجع عذراء؟ اقرأوا التاريخ، هذه الكلمة، من أتوا به مصفدا مقيدا الصحابي الجليل حجر إلى منطقة مرج عذراء، قال ما اسمها؟ قالوا مرج عذراء. التفت إلى الموكلين من الشرطة، من ذول باعة الدين اللي كان يساومهم عميد الأمويين، هالمرتزقة، الأفاكين، الآثمين. التفت إليهم، ما اسم الأرض؟ قالوا له مرج عذراء. قال الله أكبر، والله إني لأول مسلم استنبح كلابها. في رواية أخرى، والله إني لأول مسلم نبحته كلابها. في رواية ثالثة، والله إني لأول مسلم كبر في نواحيها. أول مسلم نبحته كلاب هذه المنطقة أنا، حجر الفاتح المدخل لهذه المنطقة في رقعة الدولة الإسلامية. أول مسلم صاح الله أكبر في هذه الأرض. أنا مرات قلت وقلت وأقول ما حييت، أخي الأمويون كانوا يريدون قتل الرسالة. أتمنى أحد لا يزعل مني، ولو أنا دا أحكي بلغة الأرقام، ما دا أقول شيء من عندي. لاحظوا أبو الدرداء صحابي، وبالمناسبة صحابي مو من تيار أهل البيت، يعني مو محسوب على سلمان والمقداد وأبي ذر وعمار وحجر و
يعني إلا فد خط خاص مو من المحسوبين. اسمحوا لي بهالتقسيمة أقول. أبو الدرداء دخل على معاوية، تاريخ يذكرها، وهسه أعطيكم بعض الجمل بإمكانك أن تدخلها في المحركات البحثية أو الجوجل أو النت وتطلع لك مصادرها بالتفصيل. دخل وجدأ يشرب ويأكل بآنية الذهب والفضة. شوف الترف، ألف سيارة تمر لفرد وألوف على الرصيف حيارة. الآخر يقول أتجبى ملايين لفرد وألوف عليهم حلت الصدقات. يسرحون ويمرحون ويأكلون بآنية الذهب والفضة والأمة ترزح تحت خط الفقر. روحي فداك يا إمام المتقين يا عليا أمير المؤمنين. يقول والله لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسيج هذا القز، ولكن هيهات من أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة. ثم قال عليه السلام ولعل في الحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشباع. هذا علي، دخل عليه عمرو بن حريث هذا اللي كان من أعوان وبطانة معاوية والأمويين. شاف نادى فضة، أتته بكيس مختوم، فتح الكيس وإذا به خبز من خبز الشعير غير المنخول. أنا ما أكل خبز شعير حقيقة، أقول يصير مثل الخشب، إذا ما ينخلوه يصير مثل الطابوق مثل الإسمنت. يقول فكسره على ركبته أمير المؤمنين. الإمام متقصد يريد يبين له تقشف الحاكم ونزاهة الحاكم وشرف الحاكم وعدم عبثه ببيت المال وبدماء وشحوم الفقراء. حينها استغرب، شاف الإمام سلام الله عليه كسر هذه الخبزتين من خبز الشعير، وكان خاتم الكيس يعني سادة وخاتم العقدة، حتى إذا واحد فتح عقدة الكيس هذا الختم الطيني اللي على العقدة يبين الكيس ملعوب فيه خاتمة، حتى أحد لا يفتح الكيس يخلي خبز الإمام بزيت بمدري كذا ثم كسره وجعله في جفنة وذر عليه الماء، ثم حسر عن ذراعيه وأخذ يقول أما تأكل. عمرو بن حريث متعلم ويا الظلمة، يأكل عجل مشوي محشي باللوز والجوز استغرب خليفة ويحكم أكثر من 50 دولة من خارطة اليوم خبز شعير ويذر عليه الماء. أكل منها قليلا ثم حمد الله ثم قال هذه الكلمة لعمرو بن حريث: لو كان واعيا لو كان فطنا لأخذ الدرس، ولكن سبحان الله سوء العاقبة. الإمام قال لها الكلمة قالت خابت هذه، وأشار إلى لحيته الشريفة، خابت هذه إن أدخلتها هذه النار. شلون درس شلون موعظة. ما علينا، دخل أبو الدرداء على معاوية وجده يأكل ويشرب بآنية الذهب والفضة. المصادر كلها عندي، التفتوا أحبتي. من وجد يأكل بآنية الذهب والفضة التفت قال يا معاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الآكل بها يعني بآنية الذهب والفضة يجرجر إلى جوفه نار جهنم. اللي يأكل بآنية الذهب والفضة يجرجر، خلوا كلمة يجرجر تطلع الرواية ومصادرها بالعشرات ومن كتب إخواننا. الآكل بها بآنية الذهب والفضة يتشبه بالبيزنطيين بالقياصرة والأكاسرة. مو أنا أقول، الجاحظ يقول، عند كتاب رسالة في معاوية والأمويين، والجاحظ رجل معروف ببعده عن ولاية أهل البيت. الغرض قال الآكل بها يجرجر إلى جوفه نار جهنم. من يقول؟ الصحابي أبو الدرداء يقول للصحابي معاوية، مو
لما قال له هذه الكلمة ظنا منح بأنه سيقول أستغفر الله ارفعوا آنية الذئب، لا، التفت إليه معاوية بكل برود، قال له أما أنا فلا أرى بذلك بأسا. رسول الله قال خلي يقول لنفسه الله أكبر، مو فهمي هذا، هذا فهم أبي الدرداء. من قال له أنا رسول الله سمعته يقول إنما يجرجر إلى فمي إلى جوفي إنار جهنم، التفت عليه ببرود قال له وأما أنا فلا أرى في ذلك بأسا. رسول الله قال فليقل لنفسه أنا عندي رأي آخر، أنا مو ملزم برأي النبي. فصرخ وهتف أبو الدرداء من عذيري من معاوية، أقول له قال رسول الله فيقول إني لا أرى بذلك بأسا، والله لا دخلت الشام بعد يومي هذا. وفعلا لم يدخل الشام حتى مات. هذا أبو الدرداء الصحابي. يا حبيبي ذولا كانوا يريدون قتل الإسلام، آخر كلمة حتى أنتقل إلى جوانب أخرى، قتلوا حجرا في مرج عذراء، أرادوا التشفي بالإسلام، وإلا كان يقتلوه في أي مكان، قتلوه في المكان الذي أدخلوا في الإسلام. ابقوا معنا أحبتي المشاهدين، نتواصل معكم بعد هذا الفاصل، بارك الله فيكم. متى الملتقى؟ متى الملتقى؟ يا صاحب العصر أدركنا، فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد، طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد؟ فاكحل بطلعتك الغرة لنا مقلا، يكاد يأتي على إنسانها الرمد. ها نحن، ها نحن مرما لنبل النائبات، وهل يغني اصطبار وها من درعه الزرد؟ كم ذا يؤلف شمل الظالمين لكم، كم ذا يؤلف شمل الظالمين لكم، وشملكم بيدي أعدائكم بدد. فانهض، فانهض فدتك بقايا أنفس ظفرت بها النوائب لما خالها الجلد. أرحب بكم أحبتي المشاهدين، وقد وصلنا إلى هذا المعنى، أنهم قتلوه في مرج عذراء تشفيا بالإسلام. لكن اسمحوا لي وأنا في هذه السلسلة الكريمة، سلسلة مولانا حجر رحمه الله، ألا يفوتني، وقد فاتني والله الكثير والكثير في رحاب حجر، ولو كان يسمح إلي الوقت لبقيت معكم أتواصل بحلقات أخرى. الحمد لله هذه حلقات عديدة ومتواصلة كل ليلة بجوار سيد الشهداء. أحبتي المشاهدين، لقد فاتني أن أذكر في الليالي الماضية بعد أن ذكرنا استشهاده، وسأذكر لكم عدة نقاط فيما بقي من حلقاتنا هذه الحلقة المباركة، أن نذكر شيئا بعد من فضائل وكرامات سيدنا حجر، أن نذكر أيضا كيفية تصفيته واغتياله، أن نذكر صدد جريمة، وأن نذكر تأبين مولانا حجر بهذه الدقائق الباقية بإذن الله. النقطة الأولى،
من ضمن ما ذكروا في فضائل هذا الصحابي الجليل، ذكروا عنه أنه كان مجاب الدعوة. خلوا هذه الكلمة في المحركات البحثية، كان حجرا، كان حجر رحمه الله مجاب الدعوة. لست أنا القائل، أعطيك المصادر: ابن الأثير، الطبري، إبراهيم بن الجنيد في كتاب الأولياء، هاي ثلاث مصادر الآن على السرعة، الطبري وابن الأثير وابن الجنيد، إبراهيم بن الجنيد في كتاب الأولياء، حتى ذكروا طرفة أن حجرا عليه السلام في الطريق أصابته جنابه، هذا الصحابي الجليل اللي ذكرنا في بحث سابق زحاء 70 سنة، وبينا كيف وشلون استنتجنا 70 سنة ساعة شهادته رحمه الله. أصابته جنابه في الطريق، فقال للموكل به: أعطني شرابي أتطهر به. أنا عندي حصة يومية تطوني مي أشربها بالطريق، تدي الصحراء وكذا من الكوفة إلى دمشق، أعطني شرابي، سهمي، حصتي اللي أشربها كل يوم، أعطني أتطهر أغتسل بها. التفتوا، قال: أعطني شرابي أتطهر به، ولا تعطني غدا شيئا، حتى اليوم وبكرة هم لا تعطيني شيء. فرفض وقال له: إن مت قتلني معاوية. فما كان من الرجل وقد احتلم وبالطريق إلا أن رفع يده ودعا الله، وإذا بالقزع بعد القزع، وإذا بالغيوم والسحب، وتمطر مطرا غزيرا، فيغتسل تحت السحب سيدنا ومولانا حجر بن عدي الكندي رحمه الله. هذا إن دل على شيء يدل على مقام سامي وعظيم لسيدنا حجر رحمه الله، أنه كان مجاب الدعوة. من الطريف أن أصحاب من شهدوه، لأن كانوا معه وكانوا كثرا، إذا سمح لي الوقت سأذكر بعض أسمائهم صلوات الله عليهم، هؤلاء الذين تهافتوا على الموت كما يتهافت الفراش على المصباح حقيقة، سأذكر أسماءهم إذا سمح لي الوقت بعد دقائق. نلاحظ من شافوا دعاء مستجاب قالوا له: يا حجر ادعو الله لنا لينقذنا، رفع يده ماذا قال؟ قال: اللهم خر لنا، يعني افعل ما فيه الصلاح. كان مثالا للتسليم، كان مثالا للرضا بما كتب الله. وكان بودي أذكر دروسا من حياة حجر، لكن أدري الوقت ما راح يسمح لي، في حلقات أخرى إذا وفقت إن شاء الله أبين لكم أحبتي المشاهدين. المهم، أما سبب قتله، حاولوا تطويعه. أنا ذكرت في حلقات سابقة أول حاكم بعد معاهدة الصلح على الكوفة والي من قبل معاوية، لما صار خليفة كما يقال أو حاكما على الدولة الإسلامية، عين المغيرة، فكان المغيرة يشتم أمير المؤمنين كل يوم، إلى أن هتف بوجهه يوما حجر رحمه الله وقال قولته الخالدة، قال: يا هذا ويحك، أتدري بمن ولعت؟ لقد ولعت بذم أمير المؤمنين وتقريض المجرمين. فكان يشتم عليا روحي فداه، ويمتدح بعض الزعانف، ويمتدح بعض الظلمة المغيرة. وبالمناسبة المغيرة وصل بالأمر ما بلغه عن رجل سمى ولده عليا إلا قتله، اقروا التاريخ. ثم حصبه بالحصى، حينها نزل المغيرة وانتهت، أرسل له 5000 درهم لحجر فردها، وهذه سياسة الأمويين الترغيب، وإذا ما نفع الترهيب، وإذا ما نفع التصفية. تعال إلى أخرى، هلك المغيرة، بالتالي ما يبقى للأبد، رأيت الدهر مختلفا يدور، فلا حكم يدوم ولا سرور، وكم بنت الملوك به قصورا، فلم تبقى الملوك ولا القصور. راح إجا زياد بن أبيه، هذا اللي التاريخ يقول حصبه رجل بحصى وهو يخطب، فأمر الشرطة وقطع 80 يد رجل مسلم بباب المسجد. وأنا مرغم، لا إله إلا الله، أنا أترضى على زياد بن أبيه، أنا مرغم. هذه مأساة الأمة، لما يجيني واحد تافه يقول تلك أمة قد خلت، ولا تحكي، وإن ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب،
انت تريدني اقدس ماركة معلبة ومسجلة؟ كل صحابي التفت النبي صلى الله عليه وآله في البخاري فأقول تبا وسحقا لمن أحدث من بعدي. تبين أن بعدهم النبي يقول تبا لهم، أحدثوا ابتدعوا أجرموا، وأنا مرغم أن أمتدح كل مبتدع ومرتكب. هل تدري أن بشر بن أرطات كان يغير على بلاد أمير المؤمنين كالغامدي، وعندك غيره وغيره، والضحاك بن قيس قتل 30,000 عدا من أحرقهم بالنار، وباع نساء المسلمين بني همدان اللي كانوا من شيعة أمير المؤمنين، باع نساءهم جواري وباع رجالهم كرقيق. وأنا مرغم أن أمتدح هذه الجيف الأموية. لا والله، لا والذي خلق السماء، لا يمتدح هؤلاء، بل ويجب أن يفضحوا على الفضاء. وبالمناسبة أحب أن أشير إلى نقطة، هؤلاء الواهمون الذين نبشوا قبر سيدنا حجر، والله لقد نفعوا حجرا ونفعوا التشيع. أولا بيّنوا خستهم وبيّنوا كذبهم وأنهم يعظمون الصحابة. لا والله، لا يعظمون صحابيا ولا يعظمون نبيا، لأن الشرع بإجماع المسلمين من أباضية إلى سنة إلى شيعة إلى زيدية إلى بهرة إلى من تريدون، كلهم يحرمون نبش القبور. إذا إنسان مسلم عادي ما يجوز تنبش قبره، فكيف بصحابي؟ ثلاثة، هؤلاء أعادوا من جديد للمسلمين أن يتعرفوا من هو حجر. ولهذا أتى هذا البرنامج وصدرت كتيبات وكراريس ومثلي كثار تحدثوا عن سيدنا حجر ومأساته ومظلوميته. هؤلاء الذين نبشوا قبره أقول لهم رب ضارة نافعة، نبشتم قبره وأسأتم إليه، ولكن جعلتمونا أن نعرفه إلى العالم ونعرف ظلامته ونعرف بإمامه أمير المؤمنين، ولما قتله سيدكم الأموي الجاهلي. آخر، رابعا وخامسا، عرفوا مظلومية الشيعة. خامسا، عرفوا الناس طريقة تفكير الخوارج وطريقة الأمويين في التخلص من أعدائهم. وأقول رب ضارة نافعة، أليس قلت في الفضاء قبل سنين الذين نفوا أبا ذر إلى حمص، والتاريخ يعرفهم، النبي يقول ما أقلت الغبراء وأظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر، الصحابي الجليل بشهادة النبي صلى الله عليه وآله، وكان رسولا للنبي إلى قومه في غفار، اللي النبي يقول غفار غفر الله لها. أبو ذر ينفوه إلى حمص يم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، ينفوه إلى معاوية في دمشق، ينفوه إلى جبل عامل، ينفوه آخر مرة إلى المدينة، ومن المدينة إلى الربذة، يلعبون بالأمويين إلى أن مات جوعا. بالمناسبة النبي قال له يا أبا ذر تعيش وحدك وتموت وحدك وتحشر وحدك وتشهدك عصابة من المؤمنين. بالمناسبة كان حجر ومالك الأشتر وغيرهما في طريقهم إلى المدينة إذ أومأت يتيمة طفلة على الجادة، وإذا بها ذر بنت أبي ذر، قالت هذا صاحب رسول الله، قد مات أبو ذر. نزل مالك الأشتر ونزل حجر بن عدي، غسلوه كفنوه دفنوه، وهذه شهادة نبوية بأن حجرا من المؤمنين. إيش قال النبي لأبي ذر؟ وتشهدك عصابة من المؤمنين. وكان حجر أحد تلك العصابة اللي شهدت جنازته وتجهيز وتكفين وصل على سيدنا أبي ذر. المهم، حجر رحمه الله رادوا تطويعه بالمال ما نفع. لما إجا زياد بن أبيه اسمعوا لي، فصار يطيل فأطال الخطبة وأخر الصلاة. بالمناسبة زياد بن أبيه هذا الرجل عند خطبة البتراء اللي لا بسملة ولا حمد ولا حتى صلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي مأساة الأمة. مثل ذاك الرجل اللي خطب بمكة وكان حاكما على مكة المعروف ابن الزبير، أكثر من 6 أشهر يخطب الجمعة ولا يذكر النبي. قيل له، قال إن له أهل بيت سوء، فإن ذكرت محمدا اشرأبت أعناقهم. شوف الحقد على آل رسول الله
من هذا الرجل. موضع الشاهد: أطال الخطبة أحبتي فقام إليه حجر فقال له حجر بن عدي: الصلاة. فمضى في خطبته. قال: الصلاة. فمضى في خطبته. فلما خشى حجر فوت الصلاة ضرب بيده إلى كف من الحصى وثار إلى الصلاة وثار الناس معه. فلما رأى زياد ذلك نزل فصلى بالناس. فلما فرغ من صلاته، هالموقف بس، فرغ من صلاته كتب إلى معاوية في أمره وكثر عليه، فكتب إليه معاوية أن شده في الحديد ثم احمله إلي. لأنه قال له: ليش تأخر الصلاة؟ يقول له معاوية شده. والغريب زياد بن أبيه هذا ما يستحي، أتى معاوية ألحقه بنسبه، وكان هذا الرجل إلى أب وإلى أم. سمع لنا قصة طويلة، يعني والله واحد يستحي يذكر هالنسب القبيح. ادعى معاوية أن أباه أبا سفيان قد اعتدى على أم زياد وهو يشبه له، إذن فهو أخوه. والتاعت الأمة من هذا الاستلحاق، ادعوهم لآبائهم. النبي يقول: من ادعى أبا غير أبيه في الإسلام فالجنة عليه حرام. هذا استلحق. أتذكر كلمة الحسن البصري، الحسن البصري يقول: ثلاثة فعلهن معاوية كلهن موبقات. استلحاقه زيادا بنسبه سمى زياد بن أبي سفيان. وقد قال النبي: الولد للفراش وللعاهر الحجر. واستخلافه ولده يزيد وثم بقايا الصحابة والتابعين. بعدين: وقتله حجر بن عدي الكندي رحمه الله، فيا ويله من حجر وأصحاب حجر أو أصحابه. الأمة التاعت. زياد حمل طبعا مع مجموعة كثيرين: شريك بن شداد الحضرمي، الأرقم بن عبد الله الكندي، عندك صيفي ابن فسيل الشيباني، قبيصة ابن ضبيعة ابن حرمل العبسي، كريم بن عفيف الخذعمي، عاصم بن عوث البجلي، ورقاء بن سمي البجلي، كدام بن حيان العنزي، عبد الرحمن بن حسان العنزي، كثيرين. بالمناسبة عبد الرحمن بن حسان العنزي هذا حاول استلطف الأجواء مع القتلة في مرج عذراء، قال: احملوني إلى معاوية، أنا ما أتبرى ولا أريد الموت. حملوه، من راح دخل إلى معاوية صار حوار بينه وبينه. تدرون شنو سوى فيه معاوية؟ أرسله إلى زياد بن أبيه، قال له: إنه شر من أرسلته إلي. تدرون ماذا فعل به عبد الرحمن؟ خلوا اسمه بالمحركات البحثية، عبد الرحمن ابن حسان العنزي، فدفنه زياد بن أبيه حيا في قس الناطف. حتى المنطقة أذكرها لكم، دفنه حيا. هذول كانوا الأمويين. شنو مشكلة عبد الرحمن بن حسان العنزي؟ لأن في قلبه حب علي أمير المؤمنين. عمي لا تلومون هذولا، النبي يقول صلى الله عليه وآله: لا يحبك يا علي إلا طيب الولادة، ولا يبغضك إلا من خبثت ولادته. اللي عنده مشكلة تجاه علي ولادته فيها إشكال. أما صدى الجريمة بعد أن ارتكبوا الجريمة بهالدقيقتين أحبتي، فعلا الأمة التاعت. أولهم الإمام الحسين: أولست قاتل حجر ابن عدي أخا كندة وأصحاب الصالحين المطيعين العابدين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستنكرون البدع ولا يخافون في الله لومة لائم؟ تعال إلى زوجة النبي عائشة، شافت قبل الحج التفتت إليه، حتى عائشة قالت واستنكرت: فلماذا قتلت حجر وقد سمعت من رسول الله يقتل قوم بمرج عذراء يغضب لهم الله ويغضب له ملائكة السماوات والأرض؟ التفت إليها، شوفوا الانتهازية وشوفوا الذرائعية وشوفوا التبريريين، شيء غريب. التفت قال: ما كان عندي رجل ينصحني. مرة قال: قتلهم من شهد عليهم. مرة ما قال: ما عندي رجل رشيد ينهاني. هذا يقال له عذر أقبح من فعل. إذا أنت قتلت وما عندك رجل، ليش تهدم داره؟ اللي فيما بعد رحمه الله المختار إبان حكومته، هدم دار الأشعث وبنى بلبنها وطابوقها دار حجر رحمه الله، في قصة طويلة. صدى الجريمة كثير. أما الحسن البصري التابعي
لما سمع انتحبوا بكى، قال لهم والله لقد حجوهم. قالوا له كيف؟ قال أوليس صلوا عليهم؟ قالوا بلى. أوليس كفنوهم؟ قالوا بلى. أوليس دفنوهم؟ قالوا بلى. صلوا عليهم؟ بلى. قال إذن والله حجوهم مدام صلوا عليهم ودفنوهم وعلى القبلة، إذن دول مسلمين، أقروا على أن القتل كفار على أنفسهم. ثم تعال إلى ابن عمر كان بالسوق وسمع، بكى وصرخ وأطلق حبوته في النص التاريخي وبكى. أما الربيع الوالي كان من طرف معاوية على خراسان، من سمع بقتله قال اللهم إن كان عندي عندك خير فاقبضني إليك، فمات في ساعته. الناس التاعت بمقتل حجر رحمه الله. فعلا كانت مأساة على الأمة، هزت كيانها ووجدانها، ما كان شيء من السهل صحابي يقتل بهذه الطريقة النازية، بهذه الطريقة حقيقة صربية، شيء مؤسف. تعال إلى غير ذلك. أما هو فأخذ يحاول أن يتنصل، قال حملني ابن سمية فاحتملت، راد يلقيها على عاتق زياد بن أبيه كما فعل ولده يزيد مع عبيد الله ابن زياد. قال لعن الله ابن زياد، ما أمرته بقتل الحسين ولكنه تعجله فقتله. هذه ما تخلي ساحتهم. ابن تيمية يبرر يقول قتله زياد عبيد الله بن زياد، ولم يثبت في المنقول أن عبيد أن يزيدا أمر بقتل الحسين ولا طاف برأسه ولا سبى نساءه وعياله. ولكن طه حسين المثقف الكاتب الكبير يقول إذا صح ما يقولون أن يزيد ما إلى علاقة، لما لم يعزل عبيد الله بن زياد؟ لما لم ينحيه؟ بتعبيرنا لما لم يجمده أبدا؟ وهكذا فعل معاوية، لم يعزل زياد بن أبيه ولكنه أراد أن يلقيها، ولكن بقى صدى الجريمة. كان دائما يقول إن يومي من حجر يوم طويل، كان يردد هذه الكلمة، كل أحد قتلته كنت أعلم فيما قتله، ما خلا حجرا فإني لا أعلم لما قتلته. نجي إلى فقط هذه الأبيات لأتذكر المرحومين العلمين الشيخ جواد السهلاني رحمه الله والسيد مصطفى جمال الدين، وقد كتبت هذه الأبيات إبانا قبل سنوات عديدة حقيقة، ربما في التسعينات. لهم قصائد علقوها على ضريح مولانا حجر من باب الوفاء لهم وتخليدا لحجر وقصائدهم. أختم بهم بهذه الأبيات، واحدة هذه الأبيات القصيرة لمولانا وشيخنا الشيخ السهلاني رحمه الله، وواحدة لسيدنا الجليل المرحوم السيد مصطفى جمال الدين. ماذا أقول بحجر بعد تضحية؟ نفس الفداء لحجر وهو مقتول. حب الإمام علي كان منهله، قد ذاب في حبه والسيف مسلول. هذا الولاء وإلا كان مهزلة أو ادعاء لكذب وهو معسول. ما أنت يا حجر إلا رمز تضحية، في كل جيل له حمد وتهليل. كنت الشهيد، كنت الشهيد وفي التاريخ مفخرة، وذكر خصمك في التاريخ مرذول. أما القصيدة الأخرى، بعذراء قبر ضم حجرا وشبله، وقد قتل ظلما بسيف معاوية. وإن تراب القبر مسك نشمه، وإن شذاه دونه كل غالية. فيا حجر جسدت الولاء لحيدر، وإن بطولات الشهادة باقية. هنيئا لك المثوى بقرب صحابة، هنيئا لك المثوى بقرب صحابة، توالي عليا يا لهم من ثمانية. حجر وولده وستة من أصحابه، اللي أمير المؤمنين صلوات الله عليه في كلمته يقول هم من خياركم. اسمحوا لي آخر كلمة بلحظات أبرد قلوب المشاهدين. أما زياد الذي ارتكب الجريمة فقد ظهرت فالولج سوداء، حبة سودة في سبابته اليسرى، فحكها فسرى السواد بإصبعه ثم في يده. اليوم الأول كل إيد اليسرى، اليوم الثاني كل جانب الأيسر، اليوم الثالث كل أصبح سوادا قلقير، وذهب إلى جهنم وبئس المصير. ربك إذا أراد إذلال ظالم، لو يطلع من المجاري لو من الحفر.
وهذا زياد بن أبيه منهم، أولسنا نقرأ قاصم الجبارين، فقد أذله الله ومات بتلك الفالولج غير مأسوف عليه. ربك إذا أراد إذلال طاغية لا يحتاج إلى مجلس الأمن ولا الناتو ولا قرار من الأمم المتحدة، بل يذله في عقر داره. أحبتي المشاهدين، يؤسفني أن الوقت انتهى، وكان بودي في هذه الحلقات المتواصلة أن أذكر بعد الكثير. أحبتي المشاهدين، في هذه اللحظات بجوار سيد الشهداء ندعو لكم ونذكركم في الدعاء والزيارة إن شاء الله. سلام عليك سيدي يا حجر بن عدي الكندي، سلام عليك يا أمثولة التضحيات، سلام عليك يا بطل الولاء، سلام عليك يوم فتحت مرج عذراء ويوم استشهدت بها، وسلام عليك يوم نبشوا قبرك الشريف، وسلام عليكم أحبتي المشاهدين أينما كنتم حيثما كنتم، ورحمة الله وبركاته.